رز مصري عادي جدا اهو، اما بيكون اكياس ما بغسلوش بصراحه، بستخدمه على طول. لو جايباه من عند العطار سايب يا دوب بشطفه قبل ما احطه على طول على النار، لكن ما بنقعوش الا اذا كانت الوصفه انا محتاجه ان هو يتنقع فيها. اهي الدمقه اهي، عايزه اقول لكم ريحتها بلدي على ابوها. شيء عارفين لما نقول ايه، احنا الواحد كده ايه نفسه هفاه على حته طاجن كده بالسمنه البلدي، على حته كده بتنق ليهم بالسمن البلدي، تحسوا مره واحده كده ان الريحه شميتوها في مناخيركم ما تعرفوش ازاي. تقول لك ايه، تحس ان ريحه السمنه البلدي احنا شمينها. فهي زبده المصريين من نوعيه الزبده اللي فعلا تشموا الريحه بتاعتها وانتوا بتشتغلوا، مجرد ما تحطوها على النار خلاص بقى نفسكم اتفتحت للاكل بالشكل ده كده. في منها طبعا بقري وفي جاموسي، بس في اوبشنات انا قلت لكم عليها قبل كده ولازم اقول لكم كل مره. الناس اللي بتكتب لي في الكومنتات ان هي عايزه تتواصل معاهم تدخل على الصفحه بتاعتهم، وفي في الفواصل بتاعتنا بتاعت البرنامج الرقم الساخن للشركه. الناس اللي عايزه تطلب زبده المصريين ومش عارفين يوصلوا للصفحه بتاعتهم، في رقم بيظهر في الفواصل بتاعتنا، ده الخط الساخن علشان تتواصلي معاهم وتطلبي الزبده زي ما انت عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان في ناس كتير بتكتب لي، في ناس كتير بتكتب لي يا نونا بصوا انا مش محتاجه حتى سكينه، بصوا المنظر، شايفين المنظر؟ هنعمل حبه رز بالسمنه البلدي المفحفحه يا سيدي عليها. طيب الاوبشن اللي بتقدمه زبده المصريين غير اي زبده تانية في الدنيا، ومش هتلاقوه غير عندهم، بس ان هم عندهم اوبشن الاسترجاع. يعني ايه اوبشن الاسترجاع؟ يعني عندهم ضمان، بيدوكي الزبده بضمان، ان انت لما تطلبي الزبده وتجيلك لحد البيت واللي هو المندوب واقف فتحتيها ما عجبتكيش ريحتها، الترميله بتاعتها مسكتيها في ايدك ولقيتيها مش هي اللي انت عايزاها، ليكي اوبشن ان انت ترجعيها، هم باعتينها لك ومعاها الضمان بتاعها، وده مش هتلاقيه في اي حته غير مع زبده المصريين وبس. طب هم ليه عاملين حاجه زي كده؟ هو في حد يا نونا بيعمل ضمان مع الزبده؟ اه طبعا فيه، لما بيكون الواحد واثق في المنتج بتاعه مليون المية وعارف ان هو مش هيرجع له فبيعمل الضمانات اللي هو عايزها، بيطلع اللي هو عايزه كله. فانا دلوقتي واثقة من المنتج بتاعي، واثقة ان الزبدة بتاعتي في منتهى الجمال، ليه ما اعملش ضمان ان انت معاها ضمان وان انت ممكن ترجعيها؟ عشان انا عارفة وواثقة ومتأكدة ان هي مش هترجع، انا عارفة انا بعمل ايه بالشكل ده كده. انا نسيت اعمل حاجة، نستعمل حاجه في الرز يا شيخه، الحمد لله على السلامه. الرز بتاع الفته عموما انا بحب ان هو يكون مميز، ما يبقاش ان هو رز ابيض وبس. طب بعمل ايه؟ بكون حاطه طاسه، او طبعا المفروض ان انا هشتغل في الحله على طول. بعمل ايه؟ بجيب الحله وبروح حاطه فيها حته من الزبده اللي مش بشتغل بيها، زبده المصريين، وبروح مشوحه التوم يا دوب، بس ايه ما تصفرش، يا دوب تطلع روايح كده، وتشها بمعلقه خل. الطشه دي وارجع بعد كده انزل عليها بالرز، الطشه دي بتفرق كتير في طعم الرز بتاع الفت. طيب دلوقتي انا عملتها، حطيت الرز ونسيت اعمل التومه، اعمل ايه؟ هسكت؟ لا ما اسكتش، ما بقاش انا. طب حد هيقول لي ايه، خلاص يا ماما بقى ما يتعمل رز ابيض وخلاص، لا انا عايزاه رز فته يبقى مختلف. هعمل كده حبه الزبده واشوح فيهم التومه واطشهم بالخل، واروح طشهم على الرز وهو بيتقلب كده. بسم الله. اه جدع، الخل ده فعلا بارد بالشكل ده كده، وراح عامله كده علشان اخد التطعيمه اللي انا كنت عايزاها للرز. طبعا انتوا في البيت مش هتعملوا الحركه دي، هتعملوا ايه؟ لا هتحطوا الزبده المصريين وتشوحوا فيها التوم وتطشوها بمعلقه خل وترجعوا تنزلوا الرز عليها عادي كده. الرز بتاعنا تمام وزي الفل، ظبطنا العقد بتاعه. يعني ايه العقد بتاعه؟ حطينا له الميه بتاعته، الميه بتاعته تكون سخنه، وظبطنا الملح بتاعه وكده تمام، حلو قوي. نقفل بقى عليه ويبقى كده عملنا اول حاجه من فتت اللسان. طيب نسيبه بقى يستوي، واول ما يبدا ان هو يتشرب ارجع ان انا اعمل ايه، اروح
مهديه النار عليه وابدا ان انا اسيبه بقى ايه يكمل التسويه بتاعته. طيب هنيجي نعمل ايه دلوقتي؟ الفته مش عباره عن رز وصلصه وبس، لا ده احنا النهارده هنستخدم زبده المصريين في كذا حاجه. عندي العيش هروح جايبه كده، عندك حاجه من الاثنين، يا تعمليه في الفرن يا تعمليه على النار، وانا هعمله على النار بصراحه عشان انا عايزه اوريكم شكل اللقمه لما بتبدا ان هي تدخل في التحمير بتبقى عامله ازاي. محتاجه ايه؟ محتاجه عيش بلدي متقطع بالشكل ده كده، ومعايا ثوم، ومعايا كمان زبده المصريين. كل ده هنستخدمه في الوصف. ادي كده اهو عندي وك على النار، بصوا انا باخد من الزبده على طول. بسم الله. نونا مش الزبده دي المفروض لما بنجيبها بنسيحها الاول كده عشان تطلع المرطه بتاعتها وتسيح ونبدا نشيلها، دي بقى الميزه برضو في زبده المصريين، ان انا بحب استعملها على ابوها يعني بحب استخدمها على طول من الكيس بتاعها. عايزه بقى تسيحيها وتبداي تشيليها عندك في برطمانات والكلام ده كله ما عنديش اي مشكله، برضو هتطلع معاكي برضو زي الفل. بصوا كده العيش حطيت ايه؟ حطيت معلقتين زبده المصريين، ورحت حاطه عليه الثوم يا دوب بس كده ايه شم النار، ورحت نازله بالعيش زي ما انتم شايفين كده. عايزه تعملي نفس اللي انا عملته ده وتحطيها في الفرن ما عنديش مشكله، يعني تمسكي الزبده تسيحيها بره وتحطي معاها الثوم يا دوب ان هو ياخد لون ذهبي فاتح كده، وتروحي مقلباه على العيش وتسيبيه يتحمص في الفرن، برده ما عنديش اي مشكله. اللي انت عايزاه هيكون العيش كده معايا، هفضل اقلب فيه، وممكن برده اروح عامله كده علشان ما يتلسعش مني على النار عشان عايزه اشتغل في حاجه تانية، اروح عامله كده يا احمد. خلاص هو كده شرب من الثوم وشرب من الزبده اللي احنا عاملينها اهو، عشان عايزه احطه في الفرن. ليه؟ ثواني بس، يلا بينا نحطه في الفرن كده يتحمص، وايه وكل دقيقتين اروح مدياله تقليب. بص انا باخدها على ابوها ازاي كده، الترميله بتاعتها وريحتها هايله بالشكل ده. انزل بالثوم مش عايزاه ان هو يغمق ولا يتحمر، عشان لو غمق او اتحمر هيبدا ان هو يمرر لي الصلصه بالشكل ده كده. اطش بالخل، وبعد ما اطش بالخل اروح نازله عليها بالصلصه. بسم الله ما شاء الله، واسيبها تاخد لها غلوتين كده، هي اصلا متسبكه يا دوب هم غلوتين مع ملح وفلفل اسود وخلاص. احلى صلصه وابسط صلصه ممكن تاكليها. الرز عندي اتشرب ميته، هنقله دلوقتي على نار اهل. حاجه الفته كفته طبيعيه او عاديه، اهو بص منظر العيش ما شاء الله عليه، وريحته مفحفحه من السمنه اللي احنا حطيناها من زبده المصريين مع التومه، حاجه عظمه. طب بقى نركنه ورا جنب الصلصه. يبقى دي الصلصه وادي العيش والرز على النار بيتشرب. فاضل ايه بقى؟ فاضل اللسان اللي احنا اصلا عاملين الفته علشانه النهارده. لسان عجالي عادي او جاموسي. عفوا. سلقناه في ميه عاديه، برجع انا بسلقه على مرحلتين بصراحه. بعمل ايه؟ بروح زي ما بعمل في الكوارع، بعمل فيه زي ما بعمل في الكوارع، بحطه مع ميه بارده على النار لو انا ما عنديش حل الضغط، بحطه على ميه بارده مع النار، ويبدا ان هو مع اول غلوه كده يطلع الزفره اللي فيه او الحاجات اللي فيه مش كويسه، او عشان ما يبقاش فيه نسبه 1% ابقى شاكه فيه ان هو يكون فيه حاجه انا مش حابها. مجرد ما يبدا يطلع الريم والكلام ده كله، اول غلوتين واروح ماسكاه ده الميه دي خالص واروح شطفاه. ارجع بعد كده اكون محضره ميه بقى نظيفه فيها ايه، فيها جزر، فيها طماطم، فيها لورا بودر، حبهان بودر، كل دوت في الميه، وهي بتغلي اروح سقطه يكمل السوا بتاعه. اعرف منين ان هو استوى؟ لما اجي امسك الحرف بتاعه كده واشيل القشره هلاقي القشره بتاعت اللسان بدات تقب، بدات تقب لوحدها، هو كده اتقشر يعني. بصوا ده بقيت اللي هي ايه التقشير بتاعه، تمام ده كده باقي التقشير بتاعه.
فهو هنا بيبقى فيه طبقه بيضه بتلاقيها بدات ان هي تقب لوحدها كده، مجرد ما بدات تقب من ايديكي تعرفي ان هو تمام، تروحي ماسكاه مقطعاه على طول او شايله منه اللي فيه. طيب هو كده يا نونا انا شايفه ان هو منزل ميه لسه فيها دم، او هو ما استواش، هو استوى ثلاث ارباع سوا، وهو ده اللي انا عايزاه ان حضرتك تسويه ثلاث ارباع سوا مش سوا كامل. ليه؟ لان انا لسه هكمل تسويته بره. طيب مسكنا اللسان سلقناه وتمام وزي الفل، وابدا ان انا اقطع اللسان كده. شايفين المنظر؟ بصوا ده لو ما كانش استوى ثلاث ارباع سوا ما كانش اتقطع معايا بالشكل ده، وده ما كانش بقى لونه من جوه. ببدا ان انا اقطعه كده، وابدا ان انا بقى اشوحه بتشويحه كده بمكونات حلوه وبسيطه، عشان ما يبقاش ان انا واخداه يا دوب اتسلق واروح واخداه عاملاه بحته زبده المصريين او حته السمنه البلدي الحلوه بتاعتنا مع ملح وفلفل اسود بس. لا ده انا خدماه. يعني ايه خدماه؟ يعني هاخد منه تطعيمه من الزبده، ومش بس كده ده انا حاطه معاه كمان ايه يا رغده، حاطه معاه ثوم وفلفل وجوز الطيب وبقدونس. يا نهار ابيض على الجمال اللي احنا هنشوفه دلوقتي. عندي ووك بيسخن على النار، بصوا الحلقات بتاعه السمك عامله ازاي، السمك ايه الحلقات بتاعه اللسان عامله ازاي. الحلقات بتاعه اللسان عامله ازاي، ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها. عندي ووك على النار سايباه يسخن، وما سخن قوي رحت شايله من على النار، علشان اما احط زبده المصريين معانا ما يبداش ان هي تتلسوع. انا عايزه اخد الروايح واخد تطعيمه في منتهى الجمال. قطعت اللسان بالشكل ده كده ما شاء الله اللهم بارك. الربع اللي فاضل من التسويه هيستوي وهو على النار في التشويحه دي. بص والله يتاكلنا يا جماعه، وريحه السمنه اصلا معانا الله اكبر، ده اللغلوغ، ده بقى اللغلوغ اللي هيتقطع منه. كده قطعنا اللسان اهو، ويلا بينا على النار على طول نمسك زبده المصريين، الزبده المحببه لقلبي بريحه الزبده الفلاحي كده بتاعت امهاتنا. اعمل كده، ناس كتير هتستغرب ان انا بشتغل بيها من الكيس على طول، بس انا بعمل كده على فكره، بحس ان هي بخيرها غير ما تتحط على النار وتبدا ان هي ايه تسلى والكلام ده كله، لا بحس ان هي ايه كده بخيرها. بص كده هعمل ايه بقى، كلكم طبعا متخيلين دلوقتي ان انا هحط المكونات الاول بعد كده انزل باللسان. لا انا مش هعمل كده، انا هعمل كده، انا عايزه اللسان هو اللي يستوي، التكايه اللي فاضله من اللسان تستوي هي الاول مع زبده المصريين، لان انا لو حطيت المكونات الاول واجي احط اللسان خلاص اتشوح مع المكونات بدات التومه تتلسوع. لا انا مش عايزه كده، انا عايزه ابقى متاكده مليون الميه ان اللسان عندي مستوي، ما ينفعش ان انا احط المكونات بتاعته على طول وخلاص. بص هيبدا بقى ان هو ايه يتغير لونه، شايفين حبة الفلفل الاسود اللي احنا حطيناهم دلوقتي على اللسان وهو بيتشوح مع زبدة المصريين الزبدة الفلاحي يا روح عليه. انا مش عايزة حاجة دلوقتي غير رغيفين كده يا هدى، هاتهم لي عشان ايه. بصوا بقى احلى حاجة وانا بحب اكلها، ما باكلوش بالفتة وما باكلوش بالكلام ده كله، لا يتشوح كده مع حتة زبدة فلاحي وايه، وبديله بقى ايه اللي انا هحطه دلوقتي ده عشان يبقى ايه متكلف زيادة، تومه فلفلايه حاميه رشه جوزة الطيب مع الملح اللي هنحطه، يا نهار ابيض على الروايح اللي هتطلع دلوقتي. وفي الاخر خالص اديله رشه بقدونس، وحطي في العيش وكلي وما تعديش العيش اللي انت بتاكليه قد ايه. شوحت التوم مع الفلفل الحامي، وبعد ما تشوح كله كده حطيت الملح ورحت حاطه شويه البقدونس. بص يا احمد شكل اللسان اصلا عامل ازاي، بص المنظر، مش عايزين فعلا غير رغيف عيش كده وتقسمي اتنين او تدخلي الرغيف جوه بعضه كده زي المركب، وتروحي حتى مع حته مخلل، هو مش محتاج مخلل والله من اللي احنا حاطينه ده، هو مش محتاج مخلل ولا محتاج اي حاجه تاني. بسم الله ما شاء الله عليه. تعالوا بقى نشوف كده ايه الرز كمان، عشان انا شم روايح الزبده مفحفحه كده ومدوبيني. بسم الله الرحمن الرحيم، يا سيدي يا سيدي يا سيدي، بسم الله
بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. شايفين بصوا الرزاية عاملة ازاي كده؟ ده تمام استوى معايا وزي الفل. نشيل من على النار ونسيبه متهوي علشان ما يعرقش، لان احنا لو غطيناه هيستوي زيادة، وانا مش عايزاه يستوي زيادة، انا عايزة التكاية الحلوة اللي موجودة فيه دي تفضل زي ما هي، فهسيبه متعري كده. يبقى احنا كده عملنا صلصة عيش رز، كده الفتة معانا جاهزة على الغرفة على طول. عندي ايه بقى كمان؟ عندي اللسان الحلو ده، ويا وعدي يا وعدي يا وعدي، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. تعالوا كده نغرف ونحط طاسة على النار، والطاسة دي تسخن عشان ايه بقى؟ عشان نعمل احلى طشة تجمع لنا الطبق بتاعنا. بسم الله. ادي الصلصة، الصلصة اهي، العيش الحلو بتاعنا. هوريكم دلوقتي نطعم العيش ازاي تطعيمه في منتهى الجمال، عشان يبقى صينيه الفته اللي تتاكل عندكم تبقى مميزه ومحدش ياكل زيها في اي مكان تاني. صينيه التقديم، نحط العيش. بصوا بقى انا حطيت العيش كده، ناس كتير تحط العيش وايه وتروح حاطه عليه طبقه الرز وتحط عليه الصلصه وخلاص على كده، لا انا ما بعملش كده بصراحه. بعمل ايه؟ بروح جايبه كده حبه من الرز بالمنظر ده. اعوذ بالله من كلمه، انا من صغري ما بحبش حته ان الفته نيجي نعمل العيش واروح واخده شوربه وحطها على العيش. طب ما انا محمصاه، ليه محمصاه؟ عشان احس بالقرمشه والتطعيمه الحلوه بتاعته، فلما احط عليه شوربه الشوربه هتطريه. طب ما انا كنت سبته بقى طري من الاول، كده بقيت باكل فته قطط، وانا ما بحبش كده بصراحه. احب ان انا كل معلقه اكلها تبقى التطعيمه بتاعتها جميله. طب انا عملت ايه دلوقتي؟ حمصت العيش بمعلقه من زبده المصريين الجميله المفحفحه، ورحت حاطه عليها معلقتين من الرز السخن ومعاهم معلقتين من الصلصه السخن. فلما اقلب ده كله كده هيطريلي العيش، بس مش هيطريه بوشه، لا هيطريلي العيش ويبقى مخليلي فيه قرمشه. لما اجي اكل معلقه الفته احس بتطعيمه حلوه، احس بقرمشه العيش، ما يبقاش ان هو بايش. معلقه الفته اللي اخدها يبقى فيها رز، فيها صلصه، التطعيمات كلها ماشيه مع بعضها، تبقى في منتهى الجمال. بص يا منتي كده، انا لما حط بص لما حطيت الرز والصلصه طرت العيش، لكن لما تيجي تاكله هتحس بسنه القرمشه اللي انا حباها، اللي الناس كلها بتبقى مستنياها في العيش. ما احنا بنحمص العيش ليه؟ عشان نحس بالقرمشه بتاعته. اهو كده تمام وزي الفل. ارجع اعمل كده الرز بتاعنا، الله اكبر، اللهم بارك، الريحه بتاعته تحفه. تجيب الجيران، تجيب الجيران من الناحيه الثانيه، سارة زبده المصريين عامله معانا الصح وازيد. بسم الله. بص كده يا مونتي، بص يا جيمي، الله اكبر، اللهم بارك. اهو ده بقى بجد البلد يوكل على اصوله مع الزبده دي، يا الله عليها وعلى الروايح. الرجيم يا جماعه في ذمه الله، اي حد عامل رجيم يعني الله يرحمه ويحسن اليه. محمد ابراهيم اول واحد عامل معانا رجيم، فالرجيم النهارده اجازه. بصوا المنظر، لا انا، لا انا مبسوطه كده. انا عايزه اقول لك ان انا ممكن انا باكل كل حاجه، بس معلقتين تلاقيني اقول لك انا شبعت. ايوه في واحده حبيبتنا كانت عايزه اكلات بتتخن، مفيش اكتر من اللي احنا عاملينه النهارده ده. بصوا كده نعمل بقى كده الصلصه الحلوه، مفتقه واكلات فيها حلبه. لا بص هقول لك على حاجه يا منتي، زمان زمان السمنه البلدي زي زبده المصريين كده كانت عامله الصح، تلاقي جدودنا ربنا يعني لو هم عايشين ربنا يديهم الصحه ويعافيهم يا رب، تحس ان هم عصب من ايه، يقول لك ايه، اه انتوا هتجيبوا الاكل اللي انتوا بتاكلوه دلوقتي والسمنه النباتي والكلام ده كله للسمنه البلدي اللي احنا كنا بناكلها زمان. فهم فعلا عندهم حق، السمنه البلدي يا جماعه والله العظيم ما تحطوش في دماغكم ان هي بتتخن وبتضر ولا الكلام ده كله، لا 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 مفيش الكلام ده. بصوا كده تعالوا نعمل حاجه كمان بالشكل ده، يا نهار ابيض على الروايح،
اللي عاملاها فينا زبدة المصريين. بلدي بلدي على اصولها، تحسوا ان ايه؟ لا ودوني بقى ايه قعدوني على جنب بالطبق ده. انا ليا مزاج ارص ليا مزاج ارص اللسان. بص بقى كده بيقول لك ايه اهم من الشغل ايه؟ ظبط الشغل. يا نهار ابيض على الجمال. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بص كده يا لهوي، شايف الجمال؟ يعني اقول ايه؟ اقول ايه؟ اقول ايه؟ واعيد ايه وانا مش لاقي حاجه اقولها على الجمال اللي انا شايفاه ده؟ شايفين؟ لوحه فنيه مش طبق فته، والروايح المفحفحه بتاعت الزبده مخليه الواحد دايب والله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. نيجي بقى بعد كل الحلويات اللي احنا عملناها في الطبق دي، نيجي بقى ايه ناقص التاتش، التاتش اللي هو المصري. احنا اوفر دوس زبده، اوفر دوس اي حاجه تحس ان هي بتدينا انتعاش، بتظبط المود. احنا كشعب ما بيظبطش المود غير الفود، يعني المود بتاعنا ما بيظبطش الا بالاكل. الشكل ده كده، حد هيقول لي دي كتيره كتيره ايه؟ صلي على النبي بس في قلبكم كده، صلي على النبي في قلبكم. انا عايزه اقول لكم ان انا اعرف ناس شخصيا والله العظيم، ناس اعرفها معرفه شخصيه بياخدوا السمنه من الكيس بتاعها كده بيحطوها في السندوتش ويحطوا عليها سكر وياكلوها زي ما هي كده. اهو محمد اسماعيل منهم. والله العظيم يا منتي، والله العظيم العيش اللي هو البلدي ويبقى متأمر كده على حرف البوتاجاز، ويروحوا واخدين فيه حته السمنه كده الزبده الزبده كده، ويروحوا حاطينها في الساندوتش فتبدا ان هي تسيح سيحه بسيطه تمام، ويروحوا ماسكين بعدها علبه السكر ويروحوا واخدين رشينها كده على الزبده وياكلوها. بص للمتعه اللي هم بيبقوا فيها وهم بياكلوا سندوتش الزبده بالسكر، تقول ده بياكلوا حاجه اكتر حاجه انت بتحبها في الدنيا، بالاستمتاع اللي هم بيبقى ظاهر كده اللي هو انت ايه، لا انا مستمتع قوي مش باكل سندوتش وخلاص. تعال نجربها بعد بعد الهوا. وانتي هو من السيره اغمى عليه. تعال نجربها بعد الهوا ندوق على الاستمتاع اللي احنا بنشوفه عندهم ده، نجرب. طيب احنا كده حاطين معلقه زبده المصريين على النار في طاسه، حطيت معاها الثوم علشان بقى ده انا عايزاه ايه يصفر شويه زياده علشان ابدا ان انا اهطشه بخل واعمل احلى طشه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لا الثومه ما اتوزعتش. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك.